شلبي. فك. ممكن افهم انا هنا ليه؟ هيكون ليه يعني؟ هطلب فدية. فدية؟ من مين؟ من اهلك. اهلي؟ انت تعرف اهلي منين؟ ليه؟ هو انا المفروض قبل ما اختف عيل اروح اتعرف على اهله؟ حلو. طب انت خاطفني ليه؟ فلوس. اهلي دول ناس على قدهم، مش هيكون معاهم 10 مليون جنيه. ومين قال لك اصلا ان انا هطلب منك الرقم ده؟ اكيد يعني، زي ما بشوف في الافلام. لا لا لا، مش احنا. طب الله يسترك. طب فكوني بقى. احنا بناخد ارنب على الراس. ده ليه الذل ده؟ هتجيبوا بقى ارنب بقى وتحطوه على راسي؟ ايه ده؟ تضربوني بقى وتمسكوا عليا زله بقى وتصوروني. ايه ده يا ابني ده؟ وتضربوني بقى. اسكت بقى. ارنب بقى وتحطوه على راسي. اسكت. حاضر. ارنب يعني مليون جنيه، على الراس يعني على الفرد الواحد. حضرتك مليون جنيه ايه؟ انا ابويا شغال ب 1700 جنيه في الشهر. انت كذاب يالا. والله ما بكذب، انا معيش 5 جنيه في جيبي. برضه مش مصدقك يا ابني. ده كفايه اللبس اللي انت لابسه الغالي ده، انت تلاقي في جيبك ايفون. حضرتك الطقم اللي انت شايفه ده انا سالفه من احمد طعميه جارنا اللي فوق. طعميه؟ اسمه طعميه. استنى افهمك، العيال بقى اللي يسموه بقى في الحاره بقى طعميه. اسكت اسكت. طلع موبايلك. لا تعالى طلعه انت. هو ايه ده؟ الموبايل. معلش دماغي في انهي جيب؟ اليمين ولا الشمال؟ الشمال. هتصل بابوك. ليه؟ من اخر مره كنا في فرح عمك انا وابوك ما سالش عليا ولا اي حاجه، يعني هو بصراحه وحشني، يعني انت عارف. هيكون ليه يعني؟ هيكون ليه؟ انا هتصل مش عايز اسمع صوتك. لقد نفذ رقم دوس واحد لخدمة سلفني بجنيه ونص للمرة. تديني بق مية عشان هي نشفت. انت معكش رصيد؟ حضرتك انا سايف لغاية دلوقتي من الشركة 150 جنيه. اما نحاول تاني. مغلق او غير متاح. ايه ده؟ يمكنك ارسال رسالة صوتية. إيه ده؟ عن طريق اضافة نجمة. ده مغلق. هتلاقيه بيصلي العشاء. اصلابيه لما بيصلي بيقفل الموبايل. تحطيه التليفون. يا رب. عايز اشرب. عايز اشرب. طب ابويا رد طب ولا ايه اللي حصل؟ انا عايز اشرب. طب فكني.